بسأل السؤال، المجلس الجديد بتشكيله في مجموعة كبيرة من الوزارات ومجموعة من الهيئات بس ماشي. وخبراء قالوا من 8 ل 10 ما يقل عن 8 19 مش مهم، دول مش مهم. دول رؤية. انا قصدي ان هما يعني يبقى انت لميت العملية من طيب كل جوانبها فتقدر تعمل استراتيجية عامة. الاخر اللي هو انت انت عامل الجامعات عشان سوق العمل، والسيد الرئيس دعا اكثر من مرة الى ان سوق العمل هو المؤشر اللي بيحرك الجامعات. ويمكن لو سيادتك قريت الاستراتيجيه الجديده اللي وضعتها وزاره التعليم العالي واستراتيجيه حديثه بتقوم على ربط التعليم في سوق العمل. هو الجامعات الاهليه دورها ايه؟ ما كلها بتؤهل لسوق العمل، والجامعات التكنولوجيه بتؤهل لسوق العمل. بس هو يعني الجامعه في النهايه مسؤوله عن قبول لعدد معين من الطلاب، لكن ما عندهاش الرؤيه الشامله للدوله. يعني بمعنى اصح الناس كانت بتقول فكره التدريب. ما انا بقول لك الرؤيه دي، ما انا هقول لك ثانيه من رجال الاعمال. انا قصدي انه ايه مثلا احنا ما عند يعني احيانا بنجد انه احنا بعد مثلا عندنا نقص في الاطباء، عندنا نقص مثلا في المعلمين، لكن في نفس في 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 بقى مناطق او في تخصصات تانية هتلاقي عندنا وفره فيها بالزياده، فجزء منها هو شوف مين سوق العمل. فسوق العمل هو البوصله التي تشير الى النوعيه والعدد والكم والمكان وكل حاجه. فاحنا يعني عشان يبقى في حوار منفتح وقبول للاراء الاخرى، يعني انا بقترح وجود رجال اعمال ومعظمهم شرفاء وليهم تاثير في مسير تطوير التعليم ومسير وعميل جامعات. احنا النهارده اصلا كان في بالصدفه في التقرير كان في مدرسه السويدي وفي مدرسه العربي، مظهر متميز لائق، ومدرسه العربي وفي مدارس تانية تخصص، وفي عندنا كمان المعهد التكنولوجي الجديد. دي الصيغ الجديده اللي تم ايجادها في تطوير التعليم، ان رجال الاعمال بنوا مدارس ومؤسسات تعليميه بيدربوا فيها المتعلمين. يعني ربطوا التعليم بالعمل، وقيمة التعليم بالعمل مهمة. انت ما تصرفش مليارات الجنيهات على المتخرجين في كليات التربية، وما تصدرش قرار بضرورة تكليف طلاب كليات التربية للعمل في المدارس فتسيبهم وبعدين تعمل تبريد ليهم تاني. ما هنا كمان في مشكلة اقتصادية برضو متعلقة بنقص التعليم عشان الموارد وكده، فهو متهيألي فجزء يعني لو خدنا كليات التربيه كنموذج بتصرف على كليات التربيه مليارات، 27 جامعه فيها كل جامعه فيها ثلاث. ما هو البعض بقى بيرى في المجلس ده انه احنا محتاجين نحل المشكلات دي، انه ما تكلفهمش بالعمل، وبعدين ترجع تدور على ناس وتعمل لهم تدريب على التدريس. بقى واحد قعد 4 سنين في التدريب في التدريس وتعلم التدريس تسيبه وتعلم واحد في اسبوعين؟ لا، ما مش اسبوعين بس، ما هو مدارس المدارس اللي احنا حضرتك ذكرتها دي فيها برنامج كامل وشامل. لا، المدارس دي ممتازه. انا قصدي كمان عندنا الجامعات التكنولوجيه الجديده برضو بتحاول بتعمل مسابقه لتعيين المعلمين. ايوه، مسابقه ايه؟ ما انت عندك ناس معدين، ناس اصلا معاهم مؤهلات. بس احنا خلال السنوات الماضيه يعني اثبتت انه ده مش شرط انه يكون عندك معلم جيد، يعني بالزبط. مع عشرات يعني تصرف 4 سنوات المعلمين على المعلمين في الجامعات، وبعدين يتخرجوا تسيبهم في الشارع وتطلب من كليات التجاره والزراعه وكليات تانية. ينفعش. طب قول لنا نصيحه في دقيقه عشان وقت النصيحه ان رجال الاعمال بشويش كمان عشان الناس تسمعنا وبرضه نقدر نبقى في حاله حوار. ان رجال الاعمال عنصر مهم في تطوير التعليم والتدريب، لابد يكونوا موجودين. رقم 2، لابد يبقى الحوار ينفتح على الاخر، وجود جهات اجنبيه ومستشارين اجانب نتحاور معهم ونتكلم معهم عشان يبقى في احتكاك بدول اخرى. جميل جدا.